اهلا وسهلا بكم طلبه وطلبات الصف الاول اعدادي. النهارده ان شاء الله هنتكلم مع بعض عن الوحده الرابعه بعنوان مصر التاريخ، الدرس الثاني، الدوله القديمه او عصر بنات الاهرام. يطلق على عصر الدوله القديمه عصر بنات الاهرامات، وهنا السؤال يقول لي بما تفسر يطلق على عصر الدوله القديمه عصر بنات الاهرامات؟ هقول له بسبب كثره ما بنى ملوكها من اهرامات ضخمه امتدت من اقليم الفيوم جنوبا حتى الجيزه شمالا. شيد المصريون القدماء الأهرامات، وهنا سؤال يقول لي بما تفسر شيد المصريون القدماء الأهرامات؟ هقول له بسبب اعتقادهم في البعث والخلود، فبنوا الأهرامات لتكون مقابر حصينة تودع فيها جثث موتاهم بعد طحنتها، لذلك زودوها بالطعام والشراب والأثاث الذي كان يستخدمه الميت في حياته، ونقشوا على جدرانها المناظر التي تدخل السرور إلى نفس الميت وتبعد عنه وحشة القبر. تميز عصر الدولة القديمة برقم 1 الرخاء والاستقرار والسلام، 2 النشاط الفكري والمادي، 3 التشييد والبناء والفن الرفيع. أشهر ملوك الدولة القديمة وأهم أعماله اللي شملت الدولة القديمة الأسرات من 3 إلى 6: زوسر، وده في الأسرة الثالثة، سنفر وخوف وخفرع ومنكورع في الأسرة الرابعة، أسر كيف في الأسرة الخامسة، بيبي الثاني الأسرة السادسة. زوسر مؤسس الأسرة الثالثة، أهم أعماله اللي شيد الهرم المدرج بسقارة، 2 يعتبر أول من غير في أسلوب العمارة المقابر الملكية، والدليل على ذلك تحولت المقبرة في عهده من مصطبة واحدة إلى هرم مدرج يتكون من 6 مصاطب شيدت فوق بعضها، ويرجع الفضل في ذلك إلى وزيره إمحتب. سنفرو مؤسس الأسرة الرابعة، مدة حكمه 24 عام. مميزات عهده: تميزت البلاد في عهده بالاستقرار والعدالة فأحبه المصريون، لذلك أطلق عليه المحسن المحبوب. أهم أعماله قال لي رقم 1 شيد هرمين في دهشور، ده على بعد 7 كيلومتر من هرم سقارة بالجيزة. ومن أهم أعماله قال لي اهتم منذ بداية حكمه بشؤون مصر، والدليل على ذلك داخليا أمن حدود البلاد الجنوبية والشرقية، اهتم باستخراج المعادن مثل النحاس والفيروز من سيناء، وخارجيا اعتنى بالتجارة الخارجية فشيد السفن وأرسل أسطولا لبلاد فينيقيا اللي هي لبنان حاليا لجلب خشب الأرض. خوفو ابن الملك سنفرو، وهو صاحب الهرم الأكبر، يعتبر الهرم الأكبر إحدى عجائب الدنيا. بما تفسر؟ هقول له يتميز ببراعة هندسته وضخامة حجمه، أي شيد على مساحة 13 فدان وكان ارتفاعه 146 متر إلا أنه قد تأثر بعوامل الزمن فأصبح ارتفاعه 138 متر. الملك خفرع، وهو ابن الملك خوفو، ومن أهم أعماله شيد الهرم الأوسط الذي صممه مهندسوه على نفس نمط هرم أبي خوفو، إذ جاء ارتفاعه 143 مترا وأمر بنحت تمثال أبو الهول الذي يبلغ ارتفاعه 20 مترا وطوله أكثر من 57 متر. الملك منكورع ابن الملك خفرع، تولى الحكم بعد وفاة والده خفرع، ومن أهم أعماله بنى هرمه بجوار الهرمين الأوليين وهو أصغر حجما منهما وارتفاعه 66 متر. كان عهده أكثر حرية في عهدي أبيه وجده. أقول لي بما تفسر؟ أقول له حيث مارس الشعب شعائره الدينية بحرية لم يعهدها في العهود السابقة. سقوط الأسرة الرابعة، هل سؤال يقول لي بما تفسر سقوط الأسرة الرابعة؟ هقول له لأنه منذ أواخر الأسرة الرابعة زاد نفوذ كهنة الإله رع في هليوبوليس اللي هي عين شمس. 2 تدخل الكهنة في شؤون الحكم شيئا فشيئا، حيث استطاعوا إسقاط الأسرة الرابعة وتولى كبيرهم أوسر كاف الحكم. الملك أوسر كاف، وهو مؤسس الأسرة الخامسة، أطلق على نفسه ابن الإله رع، ومن أهم أعماله اللي اهتم أوسر كاف وخلفائه بتشييد المسلات الضخمة وتشييد معابد الشمس في أبي صير بالجيزة وهي معابد مكشوفة. طول عصر بناة الأهرامات من أزهى عصور مصر القديمة حتى انتهت الأسرة السادسة. كانت البلاد في عصر بناة الأهرامات قوة متحدة متماسكة لفترة طويلة حتى دب فيها الضعف وآلت أحوالها إلى الانهيار. وهنا السؤال يجي لي يقول لي بما تفسر أسباب ضعف وانهيار عصر الدولة القديمة؟ قل له رقم 1 قلة هيبة الملوك، زيادة نفوذ حكام الأقاليم، تفكك وحدة البلاد، وانهيار سلطة الحكومة المركزية
في أواخر عهد الملك بيبي الثاني أحد ملوك الأسرة السادسة. عصر الإضمحلال الأول من الأسرات من 7 للأسرة 10. يلا يقول لي ما المقصود بالإضمحلال؟ أقول له حالة الضعف التي تسود بعض الدول في فترة تاريخية نتيجة ضعف الملوك. تعرضت مصر لهجمات خارجية مثل هجمات الأسيويين مما أدى إلى احتلال بعض أجزاء منها. ظل هذا الضعف طوال الأسرتين السابعة والثامنة لكن لم تستمر طويلا. أسرة قوية في إغناسيا اللي هي بني سويف حاليا قال لي مما أدى إلى طرد الغزاة، إعادة الاستقرار للبلاد، تأسيس الأسرتين التاسعة والعاشرة اللتين تميزا عهدهما بالرخاء والازدهار. سقوط الأسرة العاشرة وبداية الدولة الوسطى قال لي لم يستمر طويلا حيث نجح حكام طيبة في إسقاط الأسرة العاشرة وإعادة الوحدة الوطنية للبلاد، وبذلك بدأ عصر جديد وهو عصر الدولة الوسطى. آخر حاجة معنا النهاردة سؤال المتفوقين، وسؤال بيقول ما النتائج المترتبة على عدل الملك سينيفرو مع شعبه؟